لو عندي عيب قاتل وصعب جدا علشان اعرف اتخلص منه، محتاج مده محدده علشان العاده دي او العيب ده يبقى عاده ايجابيه مش سلبيه. فالبعض هنا اختلف، قالوا ان احنا في رمضان ممكن يكون ال 30 يوم بتوعنا دول اعرف لو استمريت على ان انا اواظب عليهم بشكل يعني في ايجابيه وشكل عندي فيه الحافز ان انا يعني ابطل العيب ده، بيبقى خلاص بعد رمضان بعرف اكمل. وفي البعض يقول لك لا لازم حاجه و40 يوم او 42 يوم، والبعض يقول لك لا 50 يوم. النظريه العلميه هنا بتقول ازاي يعني الشيء السلبي يتخلص منه يقلب لعاده ايجابيه في مده قد ايه؟ هو الاهم انا عايزه افهم العيب دوت متأصل في الشخصية يعني من هو صغير أو دي طبيعته، ولا هو مكتسب نتيجة للظروف اللي حواليه، الناس اللي حواليه، في أسباب كتير حواليه وصلته للعيب دوت هو مش في شخصيته أصلا بس اكتسبه فيما بعد. لو هو اكتسبه فلو احنا حطيناه في محيط آمن، الناس اللي حواليه بتساعده، ما هو انا يعني ما يقبش هو في بيئة كلها اشخاص سيئين وبيضايقوه وبيتصرفوا تصرفات يعني مش مريحة ابدا، وانا هقول له اتغير، يعني ما يبقاش قاعد في وسط مثلا مجموعه بتشرب مخدرات ولا سجاير ولا كده ويقول لي انا عايزه ابطل. طب ازاي؟ ما هو انت لازم تطلع من المحيط ده، وفي نفس الوقت يبقى زي ما قلنا عنده القدره والرغبه والاجتهاد بقى يجتهد. فدي يعني هتبقى بحد اقصى 3 شهور لو احنا يعني وفرنا البيئه دي. لكن لو العيب هو في شخصيته اصلا ومتاصل فيه ودي طبيعته من زمان، ده بيعتمد على عزيمته واجتهاده. كل ما هيبقى عنده عزيمة واجتهاد وصبر هيتغير بسرعة. فهو يعني على حسب، لو هو ما عندوش عزيمة ولا بيجتهد هتبقى طبعا الفترة طويلة جدا. طيب كويس قوي. يمكن حضرتك قلتي انه الشخص لازم يكون عنده عزيمة واجتهاد ان هو يصلح من نفسه. طيب احيانا بتبقى في ناس عارفة عيوبها وبتشتغل عليها لدرجة ان هي عايز توصل للكمال او ان ما بقاش فيه اي عيب في شخصيته، ده اكيد بيضغط عليه نفسيا ان هو دايما بيبقى عايش تحت ضغط ان هو عايز يتخلص من كل العيوب. هل ينفع الشخص يعيش نفسه في الضغط العصبي ده ان هو لازم يوصل لمرحلة الكمال، ولا يتقبل بعض العيوب اللي عنده وان هي مع الوقت هتروح؟ اكيد لا، ما ينفعش طبعا، ده هينهار نفسيا واللي حواليه كمان هيتعبوا نفسيا، يعني لانه عايز الكمال كمان في اللي حواليه، وده ما ينفعش، لان هو لازم يفهم ان الاصل والطبيعي في البشر هو النقص وليس الكمال. صح. مستحيل يكون في انسان كامل. فطبيعي ان انا في حاجات تسقط مني، طبيعي ان انا ممكن اغضب، تزل يعني قدمي تزل، ممكن اتصرف تصرفات مش شبهي. يعني المهم ان انا ما امشيش في الخط ده على طول. يعني ابتدي اصلح من نفسي ومن عيوبي باستمرار. كويس قوي.